على شمف مرة خلف أمري من أوامره. وقف النبي وسط الصحابة غرقان في دم، وملايكة نازلة من السماء بيدافعوا عنه، ونادى مين يفديني من الجنة حلمه. علشان في مرة خلف أمر من أوامره، وقف النبي وسط الصحابة غرقان في دم، وملايكة نازلة من السماء بيدافعوا عنه، ده مين يفديني من الجنة حلمه. وفداك شباب من سننا، مش فارق شيء عننا، مع انه قال مشتاق لنا، معرفش ليه ضحينا بيه، كل واحد دنيته فرق حياة. عاد الزمان بينا وعملنا زي الرومان، بنشوف طريق ونمشي عكس الاتجاه، بنقول فداه لكن محدش يوم فداه، وبعنا جنة ربنا في ساعة حياة.